بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جبهة تحرير سوريا الإسلامية أية الأمر بالمعروف ونصرة المظلوم. نحن الآن في منطقة هنانو نقوم بتوزيع الحصص الإغاثية من المساعدات، طبعا المواد الغذائية والنظافة التنظيفية وغيرها. نحن الآن نقوم بتوزيع على الأسر الفقيرة والمحتاجة والمنكوبة في منطقة هنانو وجبل بدرو، وسوف نعمل بإذن الله تعالى على إغاثة الملهوف، ونناشد جميع الجمعيات الخيرية ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، لأنه بحاجة إلى المساعدة. والله من وراء القصد، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والحمد لله رب العالمين. عنا اسمان يا مسلمين يا مسلمين مسجل عنا هون.